أهلا بكم من جديد. تغيرت طبيعة التأثير في الجماهير، وأخذت وسائل التواصل الاجتماعي مكانا متقدما في طريقة التفكير والتأثير في المجتمع. فهل تيك توك مثلا أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي صارت وسيلة للتعبير عن الذات وجني المال والشهرة، أم هي هدر للوقت والطاقات والمواهب؟ نشاهد التقرير التالي وأسباب لجوء محمد وأحمد سعيد إلى تيك توك، ثم نبدأ النقاش. أنا محمد أحمد سعيد، عندي 31 سنة. برمشها برمشها السودة الحلوة. وشهرتي طبعا هنا في المكان اسمي حمادة سنبل، وطبعا البيج برضو بتاع الفيسبوك مكتوب حمادة سنبل. أنا بعمل فيديوهات تيك توك. طبعا الفكرة دي جات لي إن أختي الصغيرة كانت بتتفرج على البرنامج ده ومنزل البرنامج ده عندها، فكان فيديو كده اتفرجت عليه لقيته حلو عجبتني الفكرة، فقلت لها تعالي نعمل فيديو بسيط كده صغير. فتحت البرنامج بتفرج عليه لقيت فيه فيديو كده حلو وعجبني، قلت أفكر إن أنا أعمله. مرة مع مرة ابتديت إن أنا أعمل فيديوهات، لقيت نسبة مشاهدات بتعلى وفي متابعين، وهو أبليكيشن جميل جدا. وأحلى حاجة فيه إن أنت ممكن تعمل الحاجة اللي أنت حاببها في مقطع صغير، حبيته جدا. بحس فيه إن أنا بعبر عن نفسي في حاجات حلوة. كنت أتمنى في يوم من الأيام إن أنا أكون مثلا مشهور أو ممثل كبير. طبعا لسه ربنا ما أردش بحاجة زي كده، وبتمنى إن شاء الله إن هي تيجي من عند ربنا. أنا حاطط هدف قدامي أنا عايز أوصل له، سواء بقى شهرة، سواء مصدر رزق، أي حاجة حلوة أنا عايز أوصل لها. ففي نفس الوقت أنا برضو مكمل. لو أنا بعمل فيديو لوحدي طبعا ممكن اي حاجه تخطر على بالي، ممكن تكون حاجه على البرنامج انا حابب ان انا انفذها، فبالتالي ممكن ان انا اراجع الكلام اللي موجود فيها، بحفظه، بحاول ان انا اراجعه مره واثنين وثلاثه، بحيث ان انا طبعا لما امثل الفيديو بالظبط يكون طالع مع الكلام، مفيش حاجه طالعه كده حاجه طالعه كده. اهم حاجه ان هي تكون مظبوطه، واهم حاجه ان هي الكاركتر بتاع الفيديو نفسه يعجب المشاهد اللي هيشوفه. اتصلت بكريم، هاتوا تعالى لي كده عشان في فكره كده عايزين نعملها. انا معايا الناس بتساعدني شويه، مسؤوليتي انا عشان خاطر انا صاحب مثلا الفكره اللي عايزها تتنفذ، ان انا اعرف كل واحد دوره هيعمل ايه. في فكره فيديو انا عايزين ننزل نعملها، بس هننزل نعملها على القهوه اللي هي بتاعه المشهد اللي هو بتاع جحيم في الهند. الفيديو ده عايزين نعمله. انا مثلا اقول يا حربي حاسب على الثلاث صوت يا غزال هجيبك. التعبير الحرفي اكتر من الكلام، لازم ان انت طبعا يكون تعبر بحركه مثلا وشك، بملامحك، ضحكتك لما بتيجي تضحكها. يا غزال مين؟ محمد امام. محمد امام اللي هيرد عليا اللي هو كريم. خلاص ماشي، انا بقى الراجل الكبير اللي قاعد قدامك بلعب. هنقول يا غزال هجيبك. حربي حاسبه على ثلاث طقطق. يا غزال هجيبك. انت متاكد ان احنا في الهند؟ في الهند. وانك عميل في الهند؟ في الهند. ومين ده؟ جوز الهند. الناس اللي بتتعرض للتنمر في ناس ما بيهمهاش عادي الموضوع، لان طبعا ده في حد ذاته بيبقى انت كده متابعه، حتى لو انت بتتنمر عليه انت كده متابعه. انا نفسي الناس تستغل البرنامج دوت صح، طلع كل اللي جواك فيه، ابدع، مثل، غني، اي موهبة انت بتحبها اعملها. اسعد باستضافة الاكاديمي والمستشار الاعلامي الدكتور نواف التميمي هنا معي في الاستوديو. مرحبا بك سيد التميمي. الى اي مدى يمكن اعتبار تيك توك وسيله للتعبير عن الذات، لا سيما عند الشباب والمراهقين؟ يعني هو بلا شك هي وسيله للتعبير عن الذات، وربما حتى للتعبير عن
ذات الجمعية بمعنى عن المجتمع عن عموم المجتمع، طالما أنها متوفرة كأداة متوفرة في أيادي الشباب أو المستخدمين وسهل استخدامها وسهل استخدامها، وبالتالي هي يعني ربما نافذة أو ربما شباك يفتح الشاب للتعبير عن ذاته، للتعبير حتى عن هموم مجتمعه، للتعبير عن رغباته، للتعبير عن مشاكله، وعلى أمل أن يصل مثل هذا يعني التعبير سواء للجمهور أو للمعنيين إذا كان في التعبير، في حالة التعبير إذا كان هناك رسائل ذات معنى ورسائل موجهة لجهات معينة مثلا، فهو يأمل أنه من خلال هذه الوسيلة سهلة الاستعمال والرخيصة والمتوفرة في يده أن يعبر عن ذاته ويوصل رسائله كما قلت للجمهور المستهدف. وهي أيضا وسيلة للكسب. بالتأكيد نحن نلاحظ يعني خلال السنوات الأخيرة بأن هناك أشخاص كثيرون يعني بدأوا يستخدموا هذه الوسائل والمنصات، منصات التواصل الاجتماعي، من أجل التربح ومن أجل كسب المال من خلال الترويج لمنتجات تجارية ومن يعني وسلع تجارية، واستغلال أيضا ما تتيحه هذه المنصات كجزء من الأرباح أيضا. بالضبط. أولا هو هناك يعني هناك أكثر من مورد للأرباح بالنسبة لهؤلاء الأشخاص. اولا ما ياتيهم من المنصات عندما يتعدى عدد المشاهدات او المشاهدين او المتابعين عدد معين يتعلق بكل منصه، وايضا هناك ايضا الاموال التي تدفع لهم من اصحاب السلع او المصالح التجاريه التي يروجون لها، سواء كانت هذه كما قلت سلع او اماكن سياحيه او وجهات سياحيه او شركات طيران او الى اخره. تدفع لهم وتدفع لهم اما ماديا أو معنوياً بمعنى هدايا عينية إذا 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 شيء، فهي أصبحت فعلاً يعني مجال. إذا هل نحن أمام تشكل يعني أشكال جديدة من المهن؟ يعني هي أشكال، أكيد أشكال جديدة، ولكن في نفس الوقت يعني لا أستطيع أن أقول بأنه هي مهنة، هي يعني نوع من التربح، نوع من يعني. بالرغم من أن بعضهم يكسب أموال طائلة. بعضهم يكسب بالتأكيد، بعضهم يكسب أموال طائلة بالملايين كما قلت، لأنه هناك الآن موارد مختلفة، سواء موارد من المنصات التي يعرضون عليها إنتاجهم أو يعرضون عليها يعني مساهماتهم، أو من خلال أصحاب السلع التي يروجون لها أو يعني البضاعة التي يروجونها، هي بالضبط كذلك. ولكن لا أستطيع أن أقول كما قلت، لأنه كلمة مهنة يعني كلمة لها ضوابطها، يعني أنت لا تستطيع أن تقول مهنة عن شيء إلا إذا كان له مثلا كما يقال يعني كود أوف كوندكت، يعني ميثاق شرف. لا صحيح. تستطيع أن تقول مهنة إذا كان لها إلا إذا كان لها نقابة مثلا تضبط طريقة عملها. لا تستطيع أن تقول مهنة إلا إذا كان لها أيضا مسار تعليمي حتى يعني. فبالتالي هلا ممكن في المستقبل يصير في شيء زي هذا، بس الآن لا، يعني صعب ولا يجوز أعتقد أن نقول بأنها مهنة يعني أصبحت. بما أنه وسائل التواصل صارت الآن وسيلة للدخل وأيضا الشهرة، إذا نحن الآن أمام بروز قيم جديدة قد تؤثر في المجتمع، هذا صحيح؟ نحن أمام بروز ظواهر جديدة، أيضا هذه الظواهر تفرز قيم جديدة، وأنا أعتقد بأنه هناك من يعمل من أجل بروز هذه الظواهر وهذه القيم لكي يتخلص من ظواهر وقيم حكمت المجتمعات، سواء مجتمعاتنا العربية أو مجتمعاتنا الغربية لسنوات طويلة، وكانت ذات يعني حضور في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والآخرة. وأقصد يعني بكل وضوح أنه نحن لسنوات طويلة كان لنا في مجتمعاتنا وفي المجتمعات الغربية ما نسميهم بقادة الرأي. هؤلاء كانوا الكتاب، أصحاب الرأي، النقابيين، المفكرين، الناشطين إلى آخره، كنا نسميهم أو يسموا بقادة الرأي لأنهم كانوا يلعبوا دور مهم في الحركات الاجتماعية وتوجيه الرأي العام. صحيح. الآن يتم استبدال هؤلاء من خلال من يسموا بالمؤثرين، الانفلونسرز، الذين هم حقيقة لو يعني لو نظرت أنت إلى مثلا قائمة
أهم أو أكثر المؤثرين في العالم العربي، 25 واحد في قائمة تسمى أكثر المؤثرين في الشرق الأوسط 25. أنا راجعت هذه القائمة، من 25 هناك 27 فقط همهم في الفاشن وفي المودلز وفي الفود وفي السياحة وإلى آخره، في حين هناك قائمة أخرى تسمى النشطاء، وكأن النشطاء السياسيين أو النشطاء الاجتماعيين ليسوا مؤثرين. إذن هناك عملية مدروسة من أجل، خلينا نقول العبث، من أجل يعني إعادة تكييف هذا الفضاء الافتراضي. بطريقة في أقل من دقيقة كيف يمكن يعني التوازن بين فكرة التعبير والحرية أو حرية التعبير، وأيضا في ضبط هذه المضامين حتى لا تصير إسفافا؟ أنا أعتقد أنه نحن بحاجة يعني الالتزام كثيرا، أو بحاجة إلى تعميم مفهوم أطلقته اليونسكو، منظمة اليونسكو، يسمى بالدراية الإعلامية والمعلوماتية. هذه الدراية الإعلامية والمعلوماتية تبدأ من المدارس. نحن بحاجة الآن إلى إدخال دراية وتربية إعلامية ومعلوماتية في مقررات وفي مناهج المدارس، ربما من الابتدائي، حتى يصبح عند هؤلاء المستخدمين سواء كانوا متلقين أو مستخدمين، يصبح عندهم وعي بهذه الأدوات وبهذه المنصات، ومدى فوائد ومدى أضرار هذه المنصات والوسائل. أشكرك سيد نواف التميمي، الأكاديمي والمستشار الإعلامي، شكرا جزيلا.